احنا اول حاجه السنه بيضاء او من عدمها راهو مش بيدينا احنا. احنا رانا قاعدين ننازلوا على حقوق مشروعه اللي ننازلوا به هو تطبيق القانون، انه تكون فما دوله قانون مؤسس، واستنفذنا جميع السبل التصاعديه قبل نوصل للاضراب الاداري، وحتى في الاضراب الاداري دفعنا معناها بكل القوى نتاعنا باش نحلوا نحو المساله ونحلوا الازمه ونمشيوا نحو التفاوض الجدي. قمنا باكثر من 3 وقفات احتجاجيه، بعثنا عشرات المراسلات للوزاره، والوزاره تحس انه جست معناها تطير في الملام تقعد معك، ما فماش حتى تفاوض حول السبل كيفاش انه نجموا نحلوا الازمه هذه. ف 90 يوم واحنا نازلوا مصرين لانه القضيه هي قضيه مساله دوله القانون ومؤسسات وتطبيق القانون وانهاء الحيف المسلط على الاستاذ الجامعي بالوظيفه العموميه. والقضيه الاهم من هذا الكل هو المحافظه على الجامعه العموميه اللي الاستاذ الجامعيين قاعدين يهجوا منها بالالاف، واللي الميزانيه البحث نتاعها والميزانيه بصفه عامه قاعده تنقص بالاف المليارات.